بعتذر عن القطع التسجيل، حبيت بس ان احنا نخلي مدة التسجيل فترة قصيرة عشان التحميل ونكمل. وكنا توقفنا عند النقود والمستوى العام للأسعار، وقلنا ان النقود بتحمل او اللي حقق لحائزها قوة شرائية يستطيع من خلالها طبعا شراء السلع والخدمات التي يرغب فيها. هذه القوة الشرائية بتتأثر طبعا بكمية النقود المصدرة في المجتمع. فكمية النقود المصدرة أو المتداولة في المجتمع إذا زادت في الوقت نفسه كمية السلع والخدمات المنتجة أو المعروضة كانت ثابتة، فنجد أن الأسعار بترتفع. الأسعار ترتفع، هذا يعني أن قيمة النقود أو قوتها الشرائية بتنخفض. القوة الشرائية للنقود بتنخفض، بمعنى ان كميات كبيرة من النقود بتشتري نفس كمية السلع. يعني لما النقود تزيد، كمية النقود بتزيد، معناها لو كان مثلا كمية المعروضة من النقود 1000 جنيه، زادت الكمية المعروضة ل 2000، ونفس السلع موجودة هي هياها، اجي ابص الاقي ان نفس كمية السلع هتباع بكمية اكبر من النقود، وهذا يعني ان وحدة النقد الواحدة هتشتري كمية اقل. فمثلا هنا هترتفع الأسعار، وأجي ألاقي إن الشيء اللي هو طالما تضاعفت كمية النقود في الوقت اللي كمية السلع ثابتة، ألاقي إن القوة الشرائية لوحدة النقد انخفضت للنصف تماما. هنا القوة الشرائية بتاعة النقود أو قيمتها المفروض إنها تتغير مع زيادة عرض النقود، ويجب ان المفروض زيادة كمية النقود المعروضة يجب انها تكون مرتبطة بزيادة حجم السلع والخدمات او ربطها بمعدل النمو الاقتصادي، عشان نفضل دايما نحافظ على الاسعار تكون في وضعها المستقر وحتى لا يتحقق التضخم. هذا يعني انه ممكن، يعني من هذه الخاصيه نقدر نكتشف ان النقود تستطيع انها تلعب دور في التاثير في النشاط الاقتصادي، تلعب دور في التاثير في النشاط الاقتصادي. وهنا ده اللي بيخلينا نتكلم عن موضوع السياسه النقديه. هذا يعني ان السياسه النقديه، احد ادوات السياسه الاقتصاديه، وادوات السياسه النقديه هي عرض النقود. ادوات السياسه النقديه هي عرض النقود وسعر الفائده. عرض النقود هذا تستطيع الدوله ان تتحكم فيه في اوقات معينه، يعني في اوقات الرقود والرواج، في اوقات الرقود او الكساد، فتحتاج الدوله الى ان تحرك هذا الرقود ممكن من خلال زياده كميه النقود المعروضه. فلما تزود عرض النقود معناها هتزود القوه الشرائيه في ايد الافراد، فيزيد طلبهم على السلع والخدمات، فيزيد الناتج او يزيد الناتج حتى يستجيب هذه القوة الشرائية اللي في ايد الافراد الزيادة او الجديدة. اذا الناس القوة المنتجة هتزود انتاجها، ليه؟ عشان تمتص هذه كمية النقود الزائدة. في هذه الحالة نقدر نحرك النشاط الاقتصادي اذا كان في حالة رقود. وعندي حالة رقود يعني ايه؟ يعني عندي موارد كتير معطلة، وعندي بطالة. فهنا هنشط زيادة النقود، هتزود طلب الناس على السلع والخدمات، فيزيد الطلب على هذه زيادة الطلب على هذه السلع يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وزيادة الإنتاج تعني زيادة التشغيل وزيادة استغلال الموارد، ومعناها تقليل البطالة والخروج من براثن الرقود. كذلك العكس، إذا كان المجتمع بيمر بحالة من الرواج وكانت الأسعار فيه مرتفعة، فهنا يجب على الدولة إنها تستخدم سياسة نقدية مغايرة، وهي إنها تقلل كمية النقود المعروضة. في هذه الحالة هتحاول تقلل الأسعار وتبدأ إيه تي لما تقل كمية النقود هتنخفض الأسعار ويخف التضخم شوية. إذا من خلال السياسة النقدية والتحكم في عرض النقود أقدر أتحكم في مستوى التضخم أو حالة الرقود اللي بيمر بيها النشاط الاقتصادي. النقود وتخصيص الموارد، هنا بيقول لي إن الفكر الكلاسيكي كان بيفترض دايما إن الاقتصاد دايما في حالة توازن،
فكرة الكلاسيكي اللي هو الفكر التقليدي، اللي هو كل من كتب في الاقتصاد من أول آدم سميث في عام 1776، وحتى ظهور كتاب النظرية العامة للتوظف وسعر الفايدة والنقود وسعر الفايدة لكينز في عام 1936. الفترة دي كلها كل من كتب فيها من الاقتصاديين يسموا الاقتصاد الكلاسيكي أو الفكر التقليدي. هؤلاء الاقتصاديون كان لهم نظرة معينة في الاقتصاد، ونظرتهم كانوا يرون أن الاقتصاد الكلي نفسه، كان كلامهم على الاقتصاد الكلي محدود جدا، وكانوا يروا أن ما يحدث على الاقتصاد في الجزئي، ما ينطبق على الاقتصاد الجزئي ينطبق على الاقتصاد الكلي. وكانوا بيفترضوا دايما ان الاقتصاد دايما بيكون في حاله توازن، يعني العرض دايما بيساوي الطلب، لكنهم كمان كانوا بيفترضوا ان التوازن بيساوي العرض بيساوي الطلب عند مستوى التوظف الكامل، يعني ان كل الموارد موظفه، وان الدوله يجب انها لا تتدخل في النشاط الاقتصادي، والا هتعرقل قوى السوق، قوى السوق اللي هي قوى التفاعل بين العرض والطلب. وقال ان قوى التفاعل بين العرض والطلب دي هي اللي دايما بتضمن التوازن، وهذا التوازن دايما مصحوب بالتوظف الكامل، يعني المجتمع ما فيش فيه بطاله والدنيا كلها حلوه وزي الفل. لكن طبعا هذا الكلام لما دخلنا في عام 1929 دخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود الشديد، استمرت ل4 سنوات حتى سمي بالجريد ديبريشن او الكساد العظيم. الكساد العظيم هذا كشف عن ان الافكار الكلاسيكية هذه لم تفسر ليه الاقتصاد وقع في هذا الركود، وايه هي المشكلة، لماذا الاقتصاد وصل لهذه النقطة، وفين التوازن اللي هم بيقولوا عليه، وفين التوظف الكامل. جه كتاب كينز وقال ان في توازن، وفقهم في نقطة ان في دايما توازن، يعني دايما في كل لحظة ماشي ما فيش مانع ان العرض يساوي الطلب، لكن ليس شرط ان العرض يساوي الطلب عند التوظف الكامل. والدليل حالة الركود اللي وصل فيها الاقتصاد لهذه المرحلة، واللي كان فيها ان فيه بطالة وصلت عدت 30%، معدلات البطالة كانت 30% في 33% في ألمانيا، وكان متوسط العام في أوروبا حوالي 28%، في حين معدلات البطالة كانت لا تتعدى 2 و3%. فهذا يعني ان كان فيه ازمه، ولذلك هنا كينز بدا يعاكس كلام الفكر الكلاسيكي، وبدا ينادي بتدخل دور الدوله في النشاط الاقتصادي، وده من خلال انها تقدر تحس الافراد على زياده الطلب. وزياده الطلب دي كنت ممكن تيجي اما من الانفاق الحكومي، ان الدوله تنفق فيزيد الطلب، او ان الدوله تطبع نقود او تزود عرض النقود فيزيد كميه النقود فتقدر تنشط الاقتصاد. وهنا طبعا كينز بيفترض ان في هذه المرحله وهذه الفتره اللي فيها في فتره الكساد كان المجتمع في يعتبر فيه مرحله طبعا دون التوظف الكامل، دون التوظف الكامل معناها ايه؟ ان كانت المجتمع معناها ان في موارد كتيره جدا معطله وغير مستغله، عناصر انتاج كتيره غير مستغله، وبالتالي في حاله بطاله لكل عناصر الانتاج هنا. وبالتالي هنا اذا عملنا اي زياده في الطلب كل اللي هيحصل ان احنا هنزود الانتاج فيزيد السحب من هذه الموارد، وزياده النقود في هذه الحاله اللي هتزود الطلب كل اللي هتعمله انها تزيد هتمتص جزء من هذه الموارد المعطله، وممكن يزيد الانتاج ويقل البطاله ولكن دون زياده في الاسعار. لماذا؟ لاننا نعمل دون مستوى التوظف الكامل، دون التوظف الكامل. ولذلك هنا نادى كينز بدور تدخل الدولة من أجل إنه نحرك الاقتصاد نحو إيه؟ التوظف الإيه؟ الكامل. لكن مع مرور الزمن وإذا زاد الطلب بشكل كبير، مع مرور الزمن أجي أبص ألاقي إنه كلما اقترب كل ما زاد الطلب كل ما تم استغلال الموارد، لكن مع زيادة استغلال الموارد ممكن نصل إلى التوازن، التوظف الكامل. فإذا وصلنا للتوظف الكامل هنا كل اللي هيحصل أي زيادة في العرض النقدي مع التوظف الكامل هيصبح هنا إن العرض الكلي غير مرن، غير مرن يعني لا يستجيب للتغيرات في كمية النقود، مهما تزيد كمية النقود كمية الإنتاج مش هتتغير، ولكن فقط إلا هيتغير الأسعار. إذا زيادة الطلب هنا الآن سيترتب عليها ارتفاع الأسعار، لماذا؟ لأنه الجهاز الإنتاجي غير مرن، أي لا يستجيب، يعني ما عادش فيه موارد يقدر يشغلها ويزود بيها الإنتاج ليمتص النقود الزائدة، وإنما كل اللي هيحصل إن زيادة النقود على نفس كمية السلع، كل اللي هيحصل إن أسعار السلع هذه بترتفع فقط ويحصل التضخم. النقود والقدرة على الاختيار بالنسبة للأفراد، بقول ان النقود لها دور، بتلعب في دور الاختيار. طبعا في نظام المقايضة كنا عارفين ان عمل في النظام المقايضة من ضمن عيوبه ان عملية الشراء لابد تتم في نفس الوقت مع عملية البيع، يعني انت معاك حاجة عايز تشتريها او حاجة معاك مثلا عملية البيع لازم لا تنفك عن عملية الشراء، انت معاك سلعة وعايز تبيعها لابد تاخد في المقابل سلعة اخرى،
لابد انك تاخد في المقابل سلعة اخرى. فلابد هنا من اتمام عملية البيع وعملية الشراء في وقت واحد. هذا الامر كان فيه صعوبة جدا، لكن لما ظهرت النقود انفكت عملية البيع عن الشراء، هنا اصبح ان الفرد قدامه عدة خيارات. من هذه الخيارات ان الان انه ممكن يبيع السلعة اللي هو عايزها ويدخر النقود او يحتفظ بالنقود ويشتري في اوقات التي تناسبه، يشتري براحته في اي وقت ويشتري السلع اللي هو عايزها. فهنا اصبحت النقود تعطي للشخص عده خيارات، من هذه الخيارات توزيع موارد بتاعته، ايه اللي ممكن ينفقه النهارده وايه اللي ينفقه بكره وايه اللي ينفقه بعد شهر وهكذا. فاذا نوزع انفاقه ما بين الانفاق الحالي والانفاق المستقبلي، وكذلك الانفاق، طبعا انفاق المستقبل اللي هو الانفاق المستقبلي هو الادخار، يعني ايه الفلوس اللي ينفقها دلوقتي يبقى اسمه استهلاك، واللي هينفقها بعدين ده معناها انه عينها ما بيستهلكهاش او ما بيصرفهاش يبقى اسمه ادخار. كذلك ايضا تحقق النقود للشخص تفضيل السلع، يعني بدل الان كنت انت ما تيجي تبيع سلعه معينه كنت معاك سلعه كنت لازم تبيعها فتبقى مجبر انك تشتري لو الشخص اللي قدامك معهوش كفايه من السلع اللي انت عايزها او معاه او ان فتضطر انك تقبل سلع انت ما انتش عايزها، تضطر انك تقبل عشان ياخد مثلا انت معاك بقره مثلا ثمنها كبير جدا وهو عايز يشتري مثلا كميه معينه من القمح، فاذا البقره تشتري كميات كبيره جدا من القمح هو معاه كميه قليله فيضطر انه يدي لك بقيه ثمن البقره اي سلعه اخرى. هنا لا، في النقود اصبحت انك تقدر تشتري السلعه بالكميات اللي انت عايزها وتقدر تشتري او تختار على كميات انواع السلع اللي انت عايزها ايضا. كذلك ايضا مكنت النقود من فرصه الاختيار بالنسبه للفرد انه يختار بين المكان، يشتري المكان المناسب والسوق المناسب، يعني انت لازم تبيع في معاك بضاعه وتبيعها في سوق معين لازم تشتري من نفس السوق، انما لو انا ما في ظل نظام النقود في ظل اقتصاد النقود اجي معايا انا ببيع في اي مكان في اي سوق، اجي ممكن ابيع السوق ابيع البضاعه بتاعتي مثلا في سوق معين الاقي يعني تجيب سعر كويس واقدر اخد النقود واروح اي اسواق اخرى او اي اماكن اخرى اشتري منها اذا كان هناك الاسعار اقل. فهنا اصبحت النقود بتمكن الشخص انه يغير المكان وكمان يعني عنده خيارات في المكان وخيارات في الزمان وهكذا. النقود وتوزيع الدخل والثروة، النقود بتأثر طبعا على توزيع الدخل والثروة من خلال طبعا ان عارفين ان النقود مع زيادة عرضها قلنا بتتأثر مع زيادة الكمية بتاعتها مع ثبات العرض من السلع والخدمات ان قيمة النقود او قوتها الشرائية بتقل، واللي بيحصل انه لما تنخفض القيمة او القوة الشرائية للنقود ده بيأثر على توزيع الدخل والثروة في المجتمع. فاحنا عارفين ان الدخل طبعا جزء من صورة نقدية من شأنه ان يوسع من نطاق تقسيم العمل والمساهمة في النشاط الاقتصادي، اذ انه بيعمل على توزيع الموارد الاستثمارية طبقا لرغبات المستهلك. يعني ليه المستهلك؟ كل المستهلك بيزيد طلباته على سلعة معينة او رغباته في انه يشتري سلعة معينة، المنتجين دايما بيروحوا فبيزيد مثلا، ولكن الافراد دلوقتي لهم رغبة طالع سلعة جديدة اسمها الموبايلات وكلام من ده، فرغبات المستهلكين كل ما تزيد على طلبات الموبايلات وكلام من ده ايه اللي يحصل؟ ان عشان زيادة الاسعار زيادة الطلب في هذه الموبايلات بيرفع سعرها، ولما يكون سعرها مرتفع معناها ان الارباح فيها بتكون كبيرة، ده بيشجع المنتجين على انتاج مثل هذه السلعة، انتاج هذه السلعة. فكل لما يحصل كل لما تزيد كمية النقود فيزيد طلب الناس على سلعة معينة، هذه الطلب على السلع بيجعل المنتجين يستجيبوا للانتاج هذه السلعة. هذا يعني يسمى بتقسيم العمل. تقسيم العمل يعني توزيع الموارد في المجتمع على حسب احتياجات المستهلك، نوظف الموارد او العمل العمومي يعني في النشاطات المختلفة على حسب رغبات المستهلك. فهنا في هذه الحالة قد تلجأ الدولة إلى رفع سعر الفايدة إنها عشان خاطر إيه تشجع الناس على الادخار وعدم الإنفاق. فلما تيجي هنا الدولة طبعا الإنفاق أو الفلوس أو النقود لا تدر دخل بالنسبة للشخص، لكنه لو اشترى بها أسهم أو سندات أو أشياء من هذه القبيل بتدر عليه دخل اللي هو الفايدة. إذا رفع سعر الفايدة بيخلي الناس دايما تفضل الادخار على الاستثمار على الاستهلاك، فيقوموا يدخروا أموالهم عشان خاطر يستفادوا بالعائد اللي ممكن يحصل على هذه. إذا كمية النقود الآن لها دور في توزيع الدخل بتاع المجتمع، إذا الناس والثروة في المجتمع ممكن تزود دخلك وممكن تقلله، إذا من خلال التأثير في كمية النقود ممكن أنا أقدر أخلي الناس إما يفضل الاستهلاك أو يفضل
الادخار. الادخار طبعا بيحقق عائد او دخل، اما الاستهلاك ما لا يحقق اي شيء، يحقق انه يحقق اشباع اللي هو عايزه من السلع والخدمات فقط. بيقول لي طبعا ان الميزانيات الحكومات وكل الايرادات والدوله والرسوم والضرائب كل شيء، كل هذه الاشياء في الدوله بيتم اعدادها في صوره نقود. وطبعا اللي بيقول ان كلامي طبعا زي ما قلنا